إكرام مرحبا بك وتبارك الله عليك. الله يبارك فيك، شكرا بزاف على خطيكم. إكرام، نبداو حديثنا بهو مالو. نعم، نبداو حديثنا بهو مالو. هو مالو، هو مالو، شاف فيا وحده عيني وزادني كيا ثاني. هو مالو عباره على فيديو كليب اللي كيف شافوني، ما شافني الجمهور المغربي في شكل تلباس، طريقة الغناء، والحمد لله الأغنية خدات نجاح زوين، وهذا الشيء اللي كنت كنتمنى والحمد لله. يساعدك الأغنية، كيف جات الفكرة؟ الفكرة والمساعدة هدى المناجير ديالي، كنشكرها بزاف، اللي كانت في الكوليس، جنود الخفاء كيف كنقولوا، الفكرة وساعدتني بزاف تغيير طريقة التغيير والشكل واللباس والفكرة ديال الأغنية كيفاش غتكون، والحمد لله كنشكرها بزاف، وكنشكر بزاف ديال الناس اللي كانوا معايا، وكنشكر أكيد طاقم العمل كامل. كيفاش تعاملت إكرام مع تبدل عليها اللباس، تبدل عليها الجو، كيفاش تعاملت مع هاد الأشياء؟ هي الحمد لله هي الأول مرة كيف كيتبدل عليك الجو، بصح كتكون واحد عندك واحد الحاجة غريبة، كتقول كيفاش غادي يشوفوني، وسيرتو الجمهور كتقول كيفاش الجمهور غادي يقابلني بهذا السيل جديد، ولا كليب جديد، ولا لباس جديد، ولا غنى جديد. والحمد لله كان واحد التخوف، ولكن من بعد ما بقاش، ملي شفت زعما تعاليق ديال الناس وشفت كيفاش الناس حبوا الأغنية، وهذا شرف ليا وكنشكرهم بزاف. أول تجربة في هذا، بالنسبة لهذا الغناء، هذا الميثود ديال الغناء، شنو هو اللي فرح إكرام وشنو هو اللي زعلها ملي كان الفيديو كليب كيتسجل؟ بالعكس، ما كانت حتى شي حاجة اللي زعما ديرونجاتني في الكليب، كان الحمد لله الضحك والنشاط في خلال التصوير، وكان كل شيء مزيان الصراحة. كنشكر طاقم العمل كامل واحد واحد صراحة، كلهم عندهم دور كبير في الكليب وفي الأغنية وفي النجاح ديالها أكيد. الطرائف اللي وقعوا؟ طرائف كيف سبقت وقلت، هو انني كنت سارة بوحدي في المول كندير الميكاب ولابسه غير شورت، يعني عادي كنقول دابا تخيل كون كانوا الناس كيفاش غادي ندير، ولكن الحمد لله كان كلشي مزيان، وكيف قلت لك داز الكوليس كلهم دازوا غير الضحك ونشاط وغنى، وحكم هذا الشيء انه داز الكليب دغيا، يعني ما حسيناش بالوقت والحمد لله. بارك الله عليك إكرام. إكرام، في لقاءاتك الأخيرة وفي لقاءاتك السابقة كنا كنهضروا، كتقولي لي يعني كتمثلوا الأغنية الشعبية ولو العيطة، وكتقولوا باش نحافظوا على الأغنية الشعبية خصنا نركزوا على التراث، على واش هاد الطريقة هي اللي غنركزوا عليها مثلا التراث وغادي نركزوا في الأغنية الشعبية؟ لا، ولكن كيف لا غنيت أغنية خليجية، أغنية راي، أو شعبي عصري، أو يعني أنني كان خاصني نغازل جميع الجماهير، الدول العرب أو المغرب أو خارج المغرب، يعني خاصة تكبر عندي واحد القاعدة جماهيرية، والشعبي ما غاديش يموت والتراث ما غاديش يموت، إن شاء الله أنا معكم. كيفاش من الجمهور انه يغضب، لان شحال شفت في لي كومونتير كاين اللي كيقول لك ما جاش معاك هذا الستيل إكرام؟ يعني عادي، وحنا علاش كنديروا هذا الشيء؟ يعني باش نشوفوا الجمهور واش انه تقبلنا في هذا الستيل، ولا نديروا ستيل اخر نشوفوا عاوتاني واش تقبلنا، وحنا غاديين معاهم يكون خير ان شاء الله. إكرام، جل الفنانات اكتشفنا فيهم مواهب عديده، كتقديم البرامج، كالتمثيل، واش إكرام ما نشوفوش فيها شي موهبه اخرى جديده؟ ان شاء الله. كانت عندي شي حاجه في التمثيل ذاك العام، وكنت انني درت واحد لاكسيدون تهرست، ما كملتش. ان شاء الله الخير القدام، كلشي ممكن، يعني ما خصناش نقولوا لا، لحقاش واحد النهار كتوقع واحد الحاجه كيرجع الجمهور كيقول لك قلتي ما غيكونش دابا كان، يعني ان شاء الله خصنا نقولوا كلشي قريب عند الله، وهادشي اللي كاين. شنو هما الادوار اللي ممكن إكرام انها تعملهم؟ اش نقول لك، غنشوفو مع المخرج ونشوف انني واش نقدر نسجل داك الدور، واش غنقدر نمثلو مزيان، هادشي اللي كاين. إكرام، الفنان واش يعني داكشي اللي كيسبقو، يعني العمل ديالو واش كيدوي عليه واخا ما يكونش عنده المهرجانات او لا الحفلات؟ طبيعة الحال كان عندك جمهور كيبغيك، وعندك واحد القاعدة جماهيرية دايرة بك وداكشي، يعني بطبيعة الحال الأعمال ديالك غادي يهضروا عليك، واخا ما يكونوش مهرجانات، وسيرتو هاد الأزمة اللي كنمروا منها، يعني ما بقاو لا أعراس لا مهرجانات لا حفلات، يعني هادشي علاش مرة باش الجمهور ديالك ما ينساكش كتحط له واحد العمل، هادشي اللي كاين. عرفتي علاش قلت لك هكا؟ هذا كان رد على الفنانة ستة أيام اللي لحتي هذيك الكلمة ديال أن ما عندكش منافس. ياك، ما كذبش عليك، كنحترمها وكنحترم فنها وكنحترم جميع الفنانة، ما عندي خلاف مع حتى شي واحد، برافو عليك.
هادشي علاش سالتك هذا السؤال؟ لان هي قالت لا بطبيعه الحال فنان. كانت هي المقصوده؟ لا انا ما انا شوف انا الحمد لله معروف عليا في السوشيال ميديا ومعروف عند الجمهور المغربي انني ما كنعطيهمش شي حاجه سلبيه نهائيا، ومع عمري الحمد لله درت البث بشي حاجه سلبيه. كنتمنى ان شاء الله نكون ديما ايجابيه عند الناس كاملين، وكنتمنى نكون كنعطي حاجات ايجابيه، يعني شي حاجه اللي هي سلبيه ولا المعاطيه ولا المشاكل ولا كنقصد شي واحد والله ماشي المستوى ديالي. قلتيها وقلتي انا مع كامل احتراماتي ان عندي جوج فنانات اللي هي نجاه عتابو ولا والداوديه. لا ماشي انا قلتهم زعما قلتهم غير هما زعما هما اللي كاينين. لا انا ماشي انني جبت واحد الفنان وما جبتش واحد اخر انه كينقص منه انه ماشي فنان. لا هذا غلط. انا تقريبا يقدر يكونوا تقريبا انا كان 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 بديت فحالهم، بدايه ديالي تقريبا كانت فحالهم او السيل ديالي تقريبا فحالهم، وداك الشيء علاش جبتهم. بالعكس انا كنحترم الفنانه كاملين من كبيرهم حتى لصغيرهم. شنو تقولي لستاتي من هذا المنبر؟ كنحترمها وكنوجه لها تحيه كبيره وجميع المغاربه جميع الفنانه كاملين. تبارك الله عليك. اكرام، كاين الصداقه في الساحه الفنيه؟ انا الحمد لله هو كاين الصداقه، ولكن انا كيف كتشوفوني بعيده على زعما على السوشيال ميديا. كان تقريبا كنبغي نوجه غير الاعمال ديالي ونكون انا في عرس ولا مهرجان او حفله او فقط. عفوا الزوج ديالك ما عندوش مع يعني ما دخلش في هذا الفن، واش ما لقيش مشاكل معاه؟ لا الحمد لله ما كاينين حتى شي مشاكل، وانا راضي على الوضع ديالي وراضي ان الناس يعرفوني كمغنيه كفنانه كاكرام العبديه. حياتي الشخصيه ما كاينلاش. تبارك الله عليك. اكرام كتعترف بالخطا؟ بطبيعه الحال كنعترف بالخطا الى كان. شنو الخطا اللي دارت اكرام وبقى فيه الحال وما بغاتش ديرو؟ ما كذبش عليك، الخطا بعض المرات كيكون هي كتكون العفويه ديالي، كتكون ديك الصراحه ديالي كتنقلب ضد، ولكن الحمد لله ما عمري ندمت على شي حاجه درتها، والحمد لله ما عمري درت شي حاجه خايبه. الجمهور يعرف شي خطا درتي وندمتي؟ والله ما كاين. لا الصراحه وحق الله زعما الا كان شي خطا الجمهور غير فكروني فيه. ما كاينش والله ما كاينش حاجه. كاين شي اغاني جديده في ستيل جديد؟ ان شاء الله كاين البوم غادي يكون متنوع ان شاء الله، يكون اغنيه راي اغنيه خليجيه، يعني عده انماط، وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجاب الجمهور المغربي. ممكن تقولي للجمهور كنبغي نشكر الجمهور ديالي بزاف، والعلا يخليكم عليا ديما معايا وديما مساندينني، وكنتمنى ان شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم وخفيفه على قلوبكم ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.